مرحب بحضراتكم مرة تانية وكعادتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من قادة القوات المسلحة وتوجيه سيادته بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في ليبيا والمغرب. كمان يا جمانة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل امبارح الى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وده للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المتخصصة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التقى بعدد من قادة القوات المسلحة وتقدم سيادته بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، ووجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً للأشقاء في ليبيا والمغرب. كما تم إعلان الحداد 3 أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وأكد الرئيس تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال. من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة لتقديم الدعم الفوري من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وده في إطار علاقات الأخوة التاريخية اللي بتربط البلدين والشعبين الشقيقين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها، وده لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء، وأشار مدبولي إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مؤكداً أن الدولة حتعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة. امبارح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية. ومنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بيضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ده بالإضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني، واللي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأدار الفريق أول محمد زكي حوار مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسوا من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلاً عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني.
خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات، ونبدأ من محافظة بني سويف اللي تم فيها استقبال قافلة مواد غذائية ومساعدات ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف. ودي القافلة اللي بتنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شمال سيناء. أيضا كان في أخبار ومجموعة من الأخبار، يمكن أهمها البدء في أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية. صحيح أحمد، كمان امبارح في أسيوط تم افتتاح ملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل للشباب. أما في الشرقية فتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بني سويف استقبلت المحافظة قافلة مواد غذائية ومساعدات ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف اللي بتنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. اشتملت القافلة على 19 شاحنة محملة بكميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن البدء في تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجامعي 2023-2024 اعتباراً من يوم الحد 17 سبتمبر الحالي وحتى يوم 28 من نفس الشهر، وده للتيسير عليهم ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور. في شمال سيناء أعلنت المحافظة عن بدء أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المشاركين، وتقدم 99 مشروع في مختلف الفئات الستة للمبادرة في شمال سيناء، من بينها 41 مشروع مكتمل وست مشروعات من فئة المشروعات الكبيرة. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن تقديم الخدمات الصحية ل 65,797 مواطن في حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها بمدن البحر الأحمر في يونيو الماضي. في أسيوط شهدت مديرية العمل بالمحافظة افتتاح ملتقى توظيف بيوفر 550 فرصة عمل في 12 شركة برواتب مجزية للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في تخصصات عديدة. في مرسى علم استقبل مطار مرسى علم الدولي 28 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأجانب من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون و600 ألف جنيه بقطاعات الأبنية التعليمية والكهرباء والشباب والرياضة، والمشروعات دي جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.